السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في آخر موضوعات النظرية الكنزية والفكر الاقتصادي الكنزي، وهو سعر الفايدة والسياسة المالية عند كينز. ثالث موضوع عندنا في الفكر الكنزي أو النظرية الكنزية هو موضوع سعر الفايدة، وعاوزين نعمل مقارنة بسيطة بين سعر الفايدة عند الكلاسيك وعند كينز. بالنسبة لسعر الفايدة عند كينز، كينز عرف سعر الفايدة بأنه عبارة عن عائد التخلي عن السيولة، وقال إن سعر الفايدة بيتحدد التوازني عندما يتساوى الطلب على النقود مع عرض النقود في المجتمع. لو جينا نقارن هذا بالفكر الكلاسيكي، كان الفكر الكلاسيكي أولا عرف سعر الفايدة إنه عائد التخلي عن الاستهلاك أو عائد الادخار، إنما كينز هنا عرفه إنه عائد التخلي عن السيولة. سعر الفايدة عند الكلاسيك كان بيتحدد لما الطلب على الاستثمار يتساوى مع عرض الادخار، إنما هنا عند كينز بيتحدد سعر الفايدة لما الطلب على النقود يساوي عرض النقود. ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي. كينز قسم الطلب على النقود، قال إن جانب الطلب على النقود إن النقود بتطلب لثلاث دوافع أساسية، وهي دافع المعاملات، دافع الاحتياط، دافع المضاربة. بالنسبة لدافع المعاملات، يقصد بها معاملاتنا اليومية من مأكل ومشرب وملبس وغيره، والمعاملات طبعا بتتوقف على الدخل بتاعنا والعلاقة بينهم علاقة طردية. دافع الاحتياط إن أي واحد فينا ممكن يشيل جزء من دخله احتياطي لمواجهة أي ظرف طارئ في المستقبل، زي ظروف المرض والشيخوخة وغيرها. وأيضا الاحتياط بيتوقف على الدخل والعلاقة بينهم علاقة طردية. بما ان الاثنين يتوقفوا على الدخل، دافع المعاملات والاحتياط والعلاقة بينهم طردية، يمكن تمثيلهم بشكل بياني واحد كما يلي. فنجد ان الدخل عند زيادته من لام واحد للام اتنين، هذا سيؤدي لزيادة طلبنا على النقود للمعاملات والاحتياط من طه واحد الى طه اتنين. بالنسبة لتالت دافع من دوافع الطلب على النقود هو دافع المضاربة، وكنز كان مركز جدا على دافع المضاربة. والمقصود بالمضاربة، المضاربة هي القيام بشراء أوراق مالية أو أراضي بسعر معين ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى لتحقيق أرباح رأسمالية. والطلب على النقود بدفع المضاربة يتوقف على سعر الفايدة، والعلاقة بينهم هي علاقة عكسية. ولو حبينا نعبر عن هذه العلاقة بيانيا من خلال الشكل التالي، وبين منحنى عرض النقود اللي أمامنا سيؤدي إلى تحديد سعر الفايدة التوازني كما بالشكل التالي. عند الجمع بين المنحنيين يتحدد سعر الفايدة التوازني في واحد، وكمية النقود في المجتمع التوازنية نون. وبكده يبقى خلصنا سعر الفايدة في الفكر الكنزي. وبالنسبة لآخر موضوع في النظرية الكنزية هو السياسة المالية عند كنز. كنز طبعا نادى بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ونادى أيضا كنز إن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي يجب على الدولة أن تتدخل باستخدام السياسة المالية. ولذلك هو انتقد الكلاسيك بالنسبة لحياد السياسة المالية، وقال إن لازم إننا نتبع سياسة مالية مرنة أو متدخلة. كينز قال إن يجب استخدام السياسة المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال علاج مشكلات التضخم والركود، وذلك على النحو التالي: إذا كان المجتمع يمر بمرحلة تدهور وكساد، فهنا يجب على الدولة أن تستخدم سياسة مالية توسعية بهدف زيادة الإنفاق العام وتخفيض الضرائب من أجل زيادة الطلب الكلي أو زيادة الطلب الفعال. ولما نزود الطلب الفعال هيحصل انتعاش اقتصادي ونقدر نعالج مرحلة التدهور والكساد. أما في حالة التضخم، فيرى كينز إن هنا الدولة تتبع سياسة مالية انكماشية من خلال إنها بتخفض إنفاقها العام وتزود الضرائب. والسياسة هنا هدفها إن هي تخفيض الطلب الفعال أو نخفض الطلب الكلي، ولما الطلب بيتم تخفيضه هذا بيؤدي إلى علاج التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار. وبذلك كينز يرى إنه ليس من الضروري تحقيق التوازن السنوي في الموازنة العامة كما قال الكلاسيك من قبل، ولكن قال إن التوازن ممكن يحصل على مدار الدورة الاقتصادية. فقال إن أثناء مرحلة الكساد من الممكن إن احنا نحقق عجز في الموازنة، وده ما فيهوش أي مشكلة، إنما في مرحلة التضخم ممكن نحقق فائض، وهنا العجز هيتلاشى مع الفائض، وبالتالي يتحقق التوازن على مدار الدورة الاقتصادية. يبقى إذن الفرق بين الكلاسيك وبين كنز، إن كنز قال إن التوازن يكون على مدار الدورة الاقتصادية، إنما الكلاسيك قالوا لازم التوازن يكون سنويا، إن كل سنة لازم يحصل توازن في الموازنة
العامة للدولة. وبذلك يبقى خلصنا الفكر الاقتصادي الكنزي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.